حاج عصام. اهلا وسهلا، اتفضل. اقول يعني يا كلام؟ اتفضل، احنا مع حضرتك. الو، اتفضل يا حاج عصام. سلام حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله انا معلش يعني سؤال غريب شويه، واعذروني لان احتضب الضغوط. على مهلك. انا كنت متزوج زوجه عاشت معايا 48 سنه وشهرين تقريبا. تمام. مثال الاخلاق لم يحدث بيننا وبين بعض اي شيء اطلاقا باللي بنسمعه في التلفزيون. بعد وفاتها بقالها 11 شهر ونص تقريبا ابكي يوميا، ابكي في صلاتي في دعائي لها في 34 سجده ادعو لها كثيرا ومع بكي، وابكي في قراءه القران، وابكي في دعواتي بعد قراءه القران. سؤالي، هل بكاي هذا يؤثر عليها؟ ادي نمره واحد. نمره اثنين، هل بكاي اثناء الصلاه يؤثر على صحه الصلاه؟ نمرة ثلاثة، البكاء أيضا في أثناء قراءة القرآن